مضيفة طيران توبخ مسافرة بسبب طلبها بطانية إضافية قبل إقلاع الطائرة في رحلة جوية بين الدار البيضاء ومونتريال، لتتدخل شركة والخطوط الكندية. إليكم ما حدث. حالة من الفوضى شهدتها رحلة جوية للخطوط الكندية بين الدار البيضاء ومونتريال على خلفية مشادات بين مضيفة وإحدى المسافرات بعدما طلبت هذه الأخيرة غطاء إضافيا قبل إقلاع الطائرة، وهو ما وثقه فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد مشادات بينهما استدعت المضيفة الشرطة لإنزال الراكبة من الطائرة، ما دفع بالركاب إلى التضامن معها ومغادرة الطائرة بشكل جماعي احتجاجا على ما حدث. ووفق ما ذكرته منصة موروكان افياشن، تم إلغاء الرحلة وتأخيرها إلى اليوم الموالي بعد تأخير دام 30 ساعة تقريبا، لتقوم الشركة والكندية ببعث رسائل اعتذار لجميع الركاب وبصرف تعويض لهم بقيمة $1,000 كندي، أي $700 أمريكي. تم توقيف مضيفة الطيران بسبب ما صدر منها، وعملت الشركة على ترتيب الطائرة بوضع جميع ملتزمات السفر على كل مقعد من بينها الأغطية حسب المنصات المذكورة. شاركنا رأيك.